Okay. Yeah. Welcome to our lesson for today. And let's start. الشاشة ظاهرة عندكم دلوقتي؟ ظهرت الشاشة؟ Yes. Now, okay. We will start unit two. Yes. It's talking about having food at a restaurant. فيها برضو الجرامر في how many و how much واستخدام الاسم المعدود والغير معدود. الناس اللي ما كانوش معانا من بداية المنهج لو سمحتوا نركز شوية وبعدين احنا بنراجع فاللي داخل معانا جديد ما عندوش خيارات ان هو يتأخر. اوكي؟ لو سمحتوا يعني. انت داخل متأخر لازم انت اللي تدور وانت اللي تشوف القديم وكل حاجة. هنا الفرق لو انا عاوز اسأل حد اقول له انت جاهز تطلب are you ready to order how about لو انا بقترح على شخص وبيجي بعدها noun وممكن يجي بعدها verb plus ing how about spaghetti how about watching a film وزيها بالضبط what about لو انا عايز بسأل في المطعم اقول لهم انتوا عندكم ايه النهارده مميز العرض بتاعكم النهارده ايه أقول لهم what's today's special أحيانا المطاعم بتعمل طبق كده عرض يعني بيكون مميز يعني بيتعمل مرة كل مثلا فترة أو بيكون رخيص فأنا بقول لهم what's today's special يعني إيه هو العرض بتاعكم النهاردة أو الطبق المميز دي أهم الحاجات اللي معانا في الحوار وطبعا المحادثات بنراجعها كويس جدا ممكن أنت تكون كويس في اللغة زي محمد طارق كده language school بس مش مذاكر المنهج فيغلط عادي فلازم يذاكر المنهج هو الحمد لله بدأ يذاكر يعني نسمع ألا هلو Are you ready to order? Are you ready to, ready to order? Order يعني هل أنت مستعد للطلب؟ Thank you محمد طارق الترتيب اللي هنمشي بيه هنمشي بيه على طول فعشان ما ننساش number two, what's today's special? What's today's special? Okay, number three. محمد أحمد. Do you want spaghetti? Spaghetti. Do you want spaghetti? Okay, يعني want يا محمد. Want? كلمة want you read. Okay, do you want spaghetti? كل واحد يعرف ترتيبه عشان هنمشي بنفس الترتيب بعد كده، مش هنادي اسم حد. دلوقتي احنا قلنا آلاء، محمد طارق، محمد أحمد، محمد خالد. أنا رقم ثلاث. Yes. Number four. How about eating the salad? How about eating salad? Thank you. اللي يخلص يقفل المايك على طول. واللي عليه الدور يقول على طول عشان ما نضيعش وقت. طيب دلوقتي listening عندنا بتسمع سؤالين سؤال واجابه وعندك يا اما سؤالين يا اما اجابتين. يعني 1 في A وB 2 A وB 3 A وB 4 A وB مش هنكتب على الشات هتكتب في ورقه عندك يعني اللي عايز يكتب على الشات ماشي مش مشكلة لكن اللي مش عايز خلاص هيكتب في ورقة عنده ويقول في دوره اللي مش عليه الدور ممكن يكتب على الشات عادي يلا هنسمع What about جاهزين؟ أوكي هديكوا 20 ثانية كده نجهز ورقة وقلم مفروض يكونوا معانا من بداية الحصة هتكتب الرقم وبعدين A ولا B اللي انت سمعته A ولا B Number one, what about salad? Sounds good. دلوقتي أنا قلت سؤال وفي عندك إجابتين. اختار واحدة منهم. Number two, are you ready to order? Yes, of course. Number eight. Stop. It's not your turn. خلص الأول في الورقة عندك. Number three, what are you going to have?
French fries and fried rice. Number four, what kind of steak do you want? Medium, please. What kind of steak do you want? Medium, please. طيب هناخد اللي كان عليه الدور منا. Yes, mister. قولي لنا number one. What's your answer? A or B? A. A, thank you. Number two. سما. برضه. Hello, سما. Hello, number two, number A. Letter A, are you ready to order? Thank you. Number A. مين اللي بيتكلم ده؟ مش انت قلت ان احنا علينا الدور نحفظ دورنا؟ لا انت، طب انت مش عليك الدور دلوقتي، الاء هي اللي على الدور. الاء، محمد طارق، محمد احمد، محمد خالد، منا، سما. يس الاء. A. French fries and fried rice. Okay, Muhammad Tariq. What's number four? Number four, B. What kind of steak do you want? Thank you, Muhammad. Okay, now you are going to listen to a conversation between waitress and a woman. You will write in your notebook 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. يلا هنبدأ. اللي هيجاوب وعليه الدور محمد خالد، هو اللي هيقول number one. اي حد يجاوب في كراسته، وممكن يجاوب في الشات لو عنده وقت، ما عندوش يبقى في الكراسة بس ويتابع معي. Hello, are you ready to order? I think so. I'll have a steak. How about a salad? Sounds good. And a baked potato. Here you are. Thanks. Here you are. Thanks. I think like this. Okay. طيب محمد خالد. Yes. What's number one? Number one, ready. Ready, spell. R-E-A-D-Y. R-A-E-A-D-Y. Thank you. محمد. Yes. محمد أحمد. Steak. Spell. S-T-E-A-K. Okay. Minna. About. Spell. A-B-O-U-T. Thank you. Sama. Fresh. Baked potato. أنا ما قلتش فرنش. Baked يعني بطاطس في الفرن. Baked potato. Baked potato. Thank you. ألا number one. I am ready to order. Be ready. Okay. I am ready, medium or well done. Well done. Yes. محمد خالد. Yes. انت بعد محمد طارق، صح صح. Yes. What today is special? Number one. Yes. What's today's special? Okay. محمد. محمد أحمد. I am in the mood for special. Again? Mood. I am in the mood. I am in the mood.
food for spaghetti. Okay, thank you. Next. You're welcome. مش احنا قلنا كل واحد يحفظ دوره؟ منا. Yes, mister. Yes, your turn. مصحصحة ولا سرحانة في ايه؟ لا ركزة. طيب موضوعك يلا. I am in the mood. I am in the mood. مش دورك ده، انت كده مش مركزة ولا انت معانا. Number five. اللي بعدها. أنا بعد منا يا مستر. ما هو محمد قال I am in the mood. أنت five. تمام. سما number five. The food is delicious. The food the food looks يعني يبدو شكله look. لذيذ. The food looks delicious. The food looks delicious. ممكن كمان لو أنا دقت الأكل بعد ما دوبة أقول tastes. لو شميته أقول smells. كل ده بيستخدم مع الأكل. The food looks delicious. لو أنا لسه ما أكلتش شفت شكله كده. لو بدأت أتذوقه the food tastes delicious. لو شميت ريحته the food smells delicious أو smells good. أوكي. صحصحي يا منى لو سمحت صحصحي. الحصة أونلاين بس بيبقى معروف الواحد سرحان ولا مركز ولا هو فين بالظبط. ألاء. Yes. Number one. Mood. Mood وبوتيتو. Tell me the odd one is the correct one is. Mood. The odd one is mood. Yes. Potato. 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 Okay. Maybe potato. Please. Choose another one. Maybe it's better to say food. Give me a name of food, Peter. Meatballs. Meatballs. Yes. Okay. Meat. Okay. Meatballs. Okay. Muhammad Tariq. Look, think, make, main, main. What? Menu. Menu. If you are in a restaurant and you want to order something, you can see the menu first. You can. Yeah, the odd word is menu and menu. The correct one is play. Play, help, go, eat, have, any verb. Thank you. What's the meaning of menu, Muhammad Tariq? Menu. It is a book in يعني it is a book inside it all the food of this restaurant or drinks or all it's a list of food you can see in a restaurant. You can check what you want to order in a restaurant by using this menu. قائمة الطعام في مطعم. Yes. Thank you. Number three. محمد خالد. Yes. Number three. Big, rare, medium, good. Big. المروحة شغالة يا أستاذ المروحة شغالة؟ Yes, yes. طب طفي أم المروحة دي بقى حرام عليك. ترمي بتاع المروحة ده. محمد أحمد. قول لما يطفي المروحة. Delicious, hungry, thirsty. Again, delicious. Delicious, hungry, and thirsty. Thirsty. Okay. Head. Because all these are adjectives. This is what. Head صفة بقى. أي صفة؟ Good, bad, good. Angry, tired, bored, good. صفة سهلة. محمد خالد كمل جملتك يلا. مستر فان. Yes, yes.
Well done. Well done. Good. Rare, medium, or well done. وممكن أقول bad وممكن أقول delicious. أي صفة. Any adjective. عارف المروحة دي لو عادي تشتغل تاني هطلعك برا الجلسة كلها. حاضر ياسر والله. منه. بطل ياسر للحسن أحسن أنا بنت. ميوت. أنا مش هفكرك تاني هطلعك برا على طول. حاضر حاضر. منه. Sounds good. I'll have that. Hello. سما منا خرجت. سما. أول سؤال في البنكتويشن. بنكتويشن. Sounds good. I will have that. الاس هتكون كابيتال والاي هتكون كابيتال والدبليو وفينا ابوستروفي اي ال وفي الاخر اي ويل ساوندز جود اي ويل هاف ذات يبقى عندك اس اول حرف وبعدين اي ويل هاف ذات مستر هي اسمها المفروض I will أيوة ماشي I will دي لو مكتوبة كده بس هي هنا مختصرة تمام I will هو عايز دي بقى عايز الأبوستروفي تمام أوكي thank you ألاء yes Are you ready to order? لا خلاص خلينا نبدأ عملناه. Let's go to another thing. Yes. We had spaghetti yesterday. لأنه yesterday past ماضي فنقول we had. Yeah. Yes. محمد طارق. Did she watch TV? Did she? Watch TV الوحيدة اللي تنفع هنا did ما ينفعش do she ما ينفعش is she watch ممكن is she watching ما ينفعش was she watch ممكن was she watching فالوحيدة اللي تنفع هنا did thank you محمد خالد yes number three what did Nora eat what did Nora eat لأن did بيجي بعدها infinitive مصدر thank you محمد أحمد no we didn't no we didn't برضو عشان ما ينفعش مع no does ومع we ما ينفعش does ومع no ما ينفعش did ومع we ما ينفعش does فالوحيدة الصحيحة هي didn't no we didn't طيب yes محمد سما منا رجعت كنت فين يا منا اين ذهبت طيب المفروض ماشي ناخد سما وبعدين منا اوكي تمام وي early last night sleep we slept early last night لو ذكرت الماضي البسيط هتلاقي الماضي البسيط هتلاقي عندك الماضي البسيط في كلمة last night فتختار الماضي الماضي من sleep هو slept الماضي من play هو played أوكي أوكي thank you سما منا yes mister when dead When did she have lunch? Thank you. طبعا هنا have لازم ده هو يكون مصدر خلي بالكم وانتوا بتختاروا did فاعل وبعدين مصدر infinitive يعني حتى لو في هنا yesterday
وجود did في النفي والسؤال يخلي الفعل ده دايما مصدر. When did she have? When did she have? When did he go? What did you do? Okay. حد أي حد عنده أي مشكلة في أي جملة يقول لي وأنا أشرح. هنخلي listening ده. عملنا واحدة نكمل. Choose the correct answer. ألا يا ريت نصحصح وكل واحد يقول في دوره ويخلي باله والجمل كلها يحل. ولو عايز أي حد يحل على الشات يحل على الشات عادي. يقول حرف الإجابة بس يكتب حرف الإجابة. يلا. I think so. I'll have pasta. I think so. I'll have pasta. Thank you. محمد طارق. I order bread and roast beef. I ordered the bread and roast beef. Okay, thank you. Number three. Muhammad Khalid, Mr. Fan. Yes. Three. Yes. Oh. What are you going to have? Thank you. Muhammad Ahmed. الله يتأخر بعد كده هاخد البعض على طول. How about some more water? How about some more water? How about some more water? أيوة some more water صح خلاص. Number three. محمد منا. Circle the odd one. Water, juice, coffee, soap. What? لا. Water, juice, coffee, soup. كلهم مشروبات ما عدا؟ Soap. لا. صوب ما هي شوربة بتتشرب مع ده ويتر اللي هو الجرسون أو النادل الشخص اللي بيقدم طلبات. طيب هاتي حاجة بتتشرب بقى. أورنج جوس. أورنج جوس بس هنا جوس في كلمة ليمينيد. ليمينيد لأن طالما هنا جوس بلاش تجيبي جوس تاني أو ممكن تي. مو يعني تي كي. تي يعني شاي. أوكي ثانك يو. سما. Bread, potato, film, beef, film. هنحط meat. Bread, potato, film, beef. وهتشيلي. What's the odd one? Film. Film. Okay. The odd one is. Meat. لما نيجي نجاوب السؤال ده نقول the odd one is كذا و the correct one is كذا. Thank you. ألا. New watch it ate drank one a watch bought. New watch ate drank. What's the old one? Watch. What's the correct one? Watch it. طيب هو الأفضل في السؤال ده لا تديني الريجولار فيرب. Bought. Bought. اشترى. Slept. Okay, thank you. محمد طارق. Ready, good salad, bad salad, the old word is salad, and the correct one is normal. Ready, good salad, bad. What's the old one? Normal. What's the old one? Number four. Normal. Number what's, four, normal. What's normal? What's the odd one? اللي انت هتشيلها ايه الاول؟ السالد.
ايوه نشيل سالاد وحط نورمال، حط مثلا حط حاجه من المنهج. جود باد نورمال ديليشس فير ويل ويل ممكن هابي ممكن ماشي اي صفه من المنهج يعني نورمال اوكي okay. نورمال حلوه بس يمكن هم ما يعرفوهاش. نورمال يعني طبيعي. اوكي نيكست محمد خالد. يس نمبر 5 يلا. تومورو نايت كوك توداي كوك محمد. What's it called? Cook. Tomorrow, tonight, cook today. Cook. Cook. اديني بقى حاجة شبيهة بالأيام دي. أمس. Yesterday. محمد أحمد. Hello. Hello. Go to rearrange. يلا بسرعة. إيه؟ The restaurant. The restaurant. The restaurant the restaurant is special. Mm-hmm. The restaurant special is. أيوه the restaurant special. Specials. ايوه special is chicken. ايه دي الحلاوه دي، صعبه الجمله دي ما شاء الله. The restaurant's special is chicken. Thank you. Thank you. Thank you. منى. هلو منى. المستر يلا. Are you French? Are you have? Are you? Are you go? Go to have going to have French fries. French fries. تانية من على مهلك كده. Going to again مرة ثانية كده الجملة من الأول. Are you going to have French fries. سما. Did you have chicken soup? Thank you. ألاء. He drank coffee and ate spaghetti. طبعا الترتيب ده صحيح بس هو الواحد دايما بياكل قبل ما يشرب يعني. يبقى he ate spaghetti and drank coffee. He ate spaghetti and drank coffee. Thank you. Welcome. Okay, next. Okay, let's go to lesson 3 and 4. Okay, هنا طبعا يا شباب الفرق بين how many و how much، ونركز شوية في الحكاية دي. How many بيجي بعدها اسم معدود جمع، يعني أقول how many cups، how many apples، how many eggs. تمام. طيب how much بيجي بعدها اسم غير معدود، أقول how much juice، how much water، how much sugar. الاسم الغير معدود لو جه قبله لفظ من الفاظ الكميه يبقى ده معدود، يعني اقول how many pieces of meat، how many glasses of juice.
How many loaves of bread? كده خلاص. أنا ما بعدش جوس، بعد glass. ما بعدش meat، بعد slices. ما بعدش soup، بعد bowls. تمام كده؟ يا ريت نفهم الحكاية دي وإحنا بنحل. يبقى دايماً how many بيجي بعدها اسم معدود جمع. How much لو معناها ما كمية يجي بعدها اسم غير معدود. لو معناها ما ثمن يجي بعدها is أو are أو does. يعني مثلاً how much is it كده معناها ما ثمن. How much are they ما ثمن. How much does it cost كم التكلفة. أوكي، والأمثلة دي كلها ممكن نقراها عندنا في الملزمة أو في الملخص اللي معانا علشان نعرف نحل. هنركز بقى دلوقتي، دي كانت معانا في الهوم وورك وهنحلها تاني. أوكي، ولو حد عنده مشكلة في أي سؤال يقول لي وأنا أشرحه. How much lemon did you drink? How much lemonade؟ طبعا lemonade هنا غير معدود، يعني ما بتعدش، يعني زي القهوة والشاي واللحم والعصاير كلها أقول how much. وهاو ماتش هنا يا محمد معناها ايه؟ يعني قد ايه يعني شربت الليمون؟ ما الكمية؟ ما كمية الليمون الذي شربت؟ اوكي، محمد خالد. I had three chicken soup. three bowls اللي هي السلطانية الشوربة دي كبيرة دي. Bowls of soup. هو هنا chicken ماشي ممكن تبقى piece، لكن أنا هنا بقول chicken soup لازم إيه حاجة تمشي مع chicken soup اللي هي bowl of سلطانية من. دي الألفاظ اللي فوق اللي استخدمناها مع كل حاجة، لازم تكون مذاكرها طبعا عشان تذاكر كويس. محمد أحمد. How many cups of tea did you have? How many cups of tea did you have? Thank you. هنا طبعا cups معدود ومنتهي بإس، حتى لو تي غير معدود لكن cups فنجان والفنجان يعد وده جمع يبقى mini. تمام، نركز في القاعدة دي لأنها بتلخبط. طيب ناخد منا، يا ريت يا منا نجاوب بسرعة. I am going to have a slice of turkey. سامة اللي منا اللي موجودة، أمال مين خرج؟ لا مين خرج؟ محمد خالد. أوكي ماشي يا منا، يلا. I am going to have a slice of turkey. Turkey. ديك روم تنطق انها ايه؟ تركي. ماشي، شكرا يا من. تركي. سما، هلو سما. How much is he going to have اولا هنا is، يعني ما ينفعش cups ولا ينفع bottles. وجلاس، في حد بياكل جلاس؟ لا. يبقى how much tea هياخد تي قد ايه؟ فنجان، اتنين، تلاتة. How much tea is he going to have؟ ولاحظ برضو انه مع المعدود بستخدم are وافعال جمع، ومع الغير معدود بستخدم افعال مفرد. طبعا هنا ليه ما اخترتش جلاس مع انها مفرد؟ لان محدش بياكل ازاز او بياكل كوبايات. يبقى how much tea is he going to have؟ هنا المعنى لا يستقيم، وان كان الجرامر اوكي لكن المعنى ما ينفعش. Next one. الاء، How many cups did he drink? How many؟ ده ما ينفعش وده ما ينفعش وده ما ينفعش، عايز اسم معدود جمع. How many cups? Thank you. ألا. محمد طارق. طيب استنى شوية، خليك يا محمد شوية. لما تكون مستعد افتح المايك وكلمني يا محمد. يلا هنعمل الليسننج ده وده.
وهنخلي محمد طارق شوية لحد ما يكون مستعد. يلا يا شباب. نمبر 1 هنجاوب على الورقة برة، واللي جاهز ممكن يجاوب على الشات بعد ما يخلص على الورقة. A و B هتسمع سؤال وإجابة وهتختار. هنا هتركز على السؤال. أول ما تشوف question mark تركز على السؤال، وأول ما تشوف dot تركز على الإجابة. أنت هتسمع سؤال وإجابة. ركز على اللي موجود. Number one. Did you have a bowl of fruit salad? Yes, I did. Number two. How many cups did she have? She had 5 cups. Number three. Would you like some tea? Yes, please, I'll have that. Number four. How much orange juice did she have? She had 3 glasses. اللي على الشات اوكي جاوب، واللي عليه الدور يبدا معانا. يلا مين اللي عنده الدور؟ اعتقد محمد احمد ولا محمد خالد. محمد خالد محمد خالد. Yes, yes. Number one, A. Did you have a bowl of fruit salad? محمد أحمد. محمد أحمد. She had 5 cups. منا. Number A. Yes, please, I'll have that. Sama. Number 4. هنجاوب هنقول B. Read the answer. B. How much? How much? اقري الجملة. How much orange juice did she have? Thank you. محمد طارق، أي وقت تكون مستعد افتح المايك وقول لي إن أنت مستعد تبدأ وتشتغل معنا مايك، أوكي؟ okay. طيب. مستر مستعد. نمبر 4. لا خلاص 4 خلاص، أنت هتبدأ. طيب. أنت هتقول 1 في اللي جاية وبعدين آلاء، تمام؟ أوكي. Okay. Listen and write the answer in your notebook. الأول هتكتب في كراستك أسرع. لو عندك وقت اكتب على الشات. وبعدين تراجع معانا اجابتك صح ولا خطا بالسبيلنج. اوكي محمد طارق هيبدا وبعدين الاء. نمبر 1 يلا هنسمع المحادثه وبعدين نكتب الكلمه الناقصه. ركزوا عشان نكتب الكلمه الناقصه بسرعه. ممكن بعد ما اخلص تبدا تصحح، يعني لو حتى هتكتب فيها اخطاء بس ما تاخدش وقت في كتابه حاجه وتسيب حاجه ثانيه. يلا. Where did you go? I went to the restaurant. What did you have? I had 2 pieces of turkey. I had, خلينا أقول, I had a turkey. I had a turkey. How many pieces did you have? How many slices? Again. هنبدأ تاني. I went to the restaurant. What did you have? I had a turkey. How many slices did you have? I had 3 slices. How much coffee did you have? I had 3 cups of coffee. يلا نبدأ بمحمد طارق. What's the question? Number 1, restaurant. Restaurant, spell. R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Thank you, محمد. ألاء. I had a turkey. Okay. How many? Hey. Muhammad, Muhammad Hamdan. Muhammad Khalid. Muhammad Ahmed. I had 3 cups of coffee. لا دي اللي قبلها. How many? How many slices did you have? How many slices did you have?
Okay. Minna, how much coffee did you have? I had. Minna, معايا. طيب سما. I had three cups. لا ده هنا مفروض بس أو one لأن هنا cup مفرد. Okay, let's clear it. هنا I had one cup of coffee لأن هنا دي مفرد أو a cup of coffee. Okay, خلاص ماشي. سما جاهزة؟ منا موجودة ولا خرجت؟ منا خرجت. محمد حمدان هلو. يس مستر. انت بتقولش في دورك ليه؟ بتروح فين يا ابني؟ مستر والله النت والله. والله يا مستر. يس نمبر 1. يس نمبر 1. الي بي ود كان. كان ليمونيد. كان فور ليمونيد. كان علبة اللي هي كانز يعني أو a glass of lemonade. يبقى علي درانك a can of lemonade أو a glass of lemonade. أوكي ناخد منا لأنها قد خرجت. Number two. Yes, mister. How many? No. Water غير معدود يا منا. ما كمية الماء. How much? بصي how much juice, how much meat, how much cheese, how much كل ده كل الغير معدود how much. لكن how many بيجي بعدها اسم معدود جمع. How many cups, how many glasses, how many boys, how many girls, how many apples. ماشي. ألاء number three. Okay. She had one glass of juice. Thank you. One glass. طبعا ما ينفعش one glasses وما ينفعش one slice لأن juice ما ياخدش غير glass. Okay. Let's go down number four. محمد أحمد محمد طارق. Are you ready? Yes. Number four, Sony. Number one, I'm going to have four loaves of bread. Thank you. Loaves of bread. Loaves. Muhammad Ahmed. Circle the odd word and write the correct one. The odd one is, and the correct one is number one. Bottle. Pieces, slice, cut. Bottle. Pieces, piece, slice, cut. Cut. ودينا بقى لفظ من الألفاظ اللي كانت بتيجي قبل الأشياء اللي هي مثلا كوب طبق كبير من الأشياء دي. ممكن تستخدم إيه؟ cup. Glass. Cup. Can. كل ده صح. كان بمعنى علبة. Thank you. ناخد محمد خالد. Yes. A can of bowl of cup of juice. Can of bowl of cup juice. ايوه تديني انت بقى. ايوه ممكن نقول glass can of glass of. بصوا يا شباب ال او اف دي بتتنطق of كانها في، لكن الثانيه اللي هي دي of اللي هي 2 اف بتتنطق ف، يعني glass of cup of of بتتنطق كانها ايه؟ في. ثانك يو. منا نمبر 3. Yes, mister. How, what, and where. N. حط دايرة على N. طيب.
طيب ونحط when. Why, how, أي أداة استفهام. Question one. Thank you. سما, hello. Eat, drink, swim, have. Swim? Swim, يا مستر؟ Yes. Eat, drink, swim, have. Swim دي ماضي صح؟ كل الباقي present أو infinitive. دي بقى المضارع بتاع swim أو المصدر. S swim swim. تمام شكرا سما. Swim swam. Okay number five. ألا hello. Steak turkey chicken much much potato. بوتيتو تحب انت البوتيتو شكلك يا لا حطها لنا في كل حته لا بتفوخ كده ممكن نقول ميت ممكن نقول بيف يعني بوتيتو خليها شويه لانها ممكن تشبه النباتات فخلينا في حاجه مضمونه يعني ميت ميت اوكي خلي الاكل مع الاكل اوكي مستر محمد طارق هلو نمبر 1 زي هات تو بيسز of cheesecake. They had two pieces of cheesecake. Do you like cheesecake? Not very. Okay, not often, not very much. Thank you. Number two, Muhammad Ahmed, Muhammad Khalid. Two. Number two, yes. طب. How much did she have juice? تمام how much did لا لا ثواني يا ابني ثواني الله يديك لخبطتني تاني how much did لا how much juice did she أيوة يعني بسأل عن كمية العصير اللي شربتها how much بمعنى ما الكمية بيجي بعدها اسم غير معدود How much بمعنى ما ما ثمن بيجي بعدها verb is are was where did does do thank you number three محمد Ali had one blow of soup chicken soup تاني واهدى شوية اهدى صح Ali had one blow of bowl of chicken soup. سيبك من التسرع ده لو سمحت يعني اهدى شوية واقرأ على مهلك. Number four. منا. Yes, master. Did you glass of have a lemonade? لا لا لا. هد أعصابك كده قولي تاني did you a glass of did you have a glass of a lemonade a glass of lemonade تاني did you have a glass of lemonade Now let's go to another exercise to end lessons 5 and 6 يعني هناخد كده كمان 6 دقايق 7 دقايق يعني نكون رجعنا اليونت كله choose grandpa Ali's كل ده كان في الواجب الالكتروني وبنحله مره ثانيه الا هاي نمبر 1 grandpa Ali is a big is a big restaurant Yes. Number two, Muhammad Tariq. Their pizza. Their pizza is the best pizza in town. Pizza. Their pizza is the best. Pizza. يعني دي بتتنطق كأنها تي اس. Pizza.
Thank you, Muhammad. Number three, Muhammad Khalid. يا ابني قول بسرعة يا ابني. محمد أحمد. I drank two glasses of water. Of water. يعني أنا بعدل لك النقطة عشان تقول of. I drank two glasses of water. Of water. Number. قول يا محمد خالد بقى يلا في دورك. I سارة drank. لا خلاص محمد قالها دي قول نمبر 4. انت عندك النت مشكلة. طيب لما النت بتاعك يظبط يبقى تعالى الدور اللي بعده. طيب ناخد منا. Yes, mister. معلش يا محمد النت سارة is going. يلا منا كملي سارة. Sara is going to have her cousin's bark. لا هنا كلهم مصدر بس بمعنى مختلف. هي هتجيب أولادها للحديقة. ستحضر أولادها إلى الحديقة. To bring her kids to the park. Bring بمعنى يحضر. لكن have يمتلك. هي هتجيب أولادها للحديقة. Bring. يا الأصوات اللي عندك لو سمحت. طيب نكمل. منا خلاص اقفل المايك إذا خلصت اقفل المايك. ألاء اللي عندها سؤال ده. ألاء يس نمبر 1. Big mama is the owner owner and a chef and the chef. Big mama is the owner, and the chef and the chef and the owner. كلها صح. Thank you. محمد طارق. When did the restaurant open? Thank you. Muhammad Ahmed. My favorite food is steak. Steak, yes. Muhammad Khalid, موجود? Muhammad Khalid, hello. Yes, master. جاهز يعني النت اشتغل؟ يلا. Yes, yes. Number one. Number one. Yes. How much? لا many. How many? ماشي. منا. مستر. How much did she have? Thank you. سما. A big mom's is now number B. Italian. طبعاً في الامتحان ممكن أي واحدة تمشي لأن كلها جنسيات. ممكن يكون Egyptian, English, French. لكن المنهج القطعة اللي كانت فيه Italian. Okay. سما. أنا قلت يا مستر. منا. Sorry. منا قالت. ايوه منا قالت وانا قلت. ايوه قلت. الا هلو. هلو ار يو ريدي تو اوردر؟ اوردر ويتش وان؟ سي. سي اوكي. نكمل 5. نمبر 5 علي هاد 4 loaves of bread. يس محمد احمد. I had 3 bottles of water. Thank you. Number 7, Muhammad Khalid. Yes, good. I am in the mood for spaghetti. Thank you. Yes.
He is a winner. He cooks well. Cooks well, chef. Chef, thank you. Sama. Sunday. Holiday. Friday. Monday. Holiday. Holiday. Give me a day, any day of the week. Tuesday. Thursday. Okay. Ela. Pizza, beef, chicken, water. And the correct one is? Meat. Meat, pasta, bread, any food. Muhammad Tariq. Restaurant? Restaurant, slice, piece, loaf, restaurant. Restaurant. And give me a word of quantity. كلمة اللي بنستخدمهم قبل الأشياء. في عندك مثلا glass, can, bottle. Cup. Okay, thank you. Bottle. Muhammad Ahmed. Yesterday, today, tonight. Two. Okay. Tomorrow, thank you. You're welcome. خالص ما شاء الله يعني. بس نزل الجير شوية يعني. مشيتش على الخامس، خليها الثالث كده. Number five. How much? Yes. Dinner, make, lunch, went. Went. باقي واحدة بس في الوجبات، هي ايه؟ الفطار. Went. Dinner, lunch, breakfast. Thank you. You're welcome. I think this email you did it. اللي ما عملش الايميل ده ابعته لي تاني. واللي ما سألش النهارده في كلمات اليونت هيتسأل المرة الجاية تاني. والمرة الجاية طبعا عندنا يونت 3، وهيكون عندنا باراجراف خاص بيونت أو ايميل خاص بيونت 3. وهنبدأ نكتب 7 جمل. اوكي، وسبع جمل، مش انت تكتب لي ايميل كله تحيات وسلامات، لا، 7 جمل ان بوينت على الموضوع نفسه. ناخد منا ري ارينج. يس مس. There is بص there is a train station near the bank. دايما there is الأولى A والثانية the. الأولى A والثانية the، يعني ما تاخدش the الأول. There is a train station near the bank. وممكن بدال ذا دي احط ماي هاوس مثلا، لكن دايما الاولى بتبقى اوكي. نمبر 2. How much did have how much iced tea. Iced tea اللي هو الشاي المثلج، يعني how much tea، كانها how much tea. How much tea. Iced tea. Iced tea. How much iced tea. Did she have. مرة ثانية. Again لو سمحتي. How much iced tea did she have. Thank you. Number 3. هلا. What's your favorite food. Very good. Thank you. محمد طارق. هاي. هلو. عندك دروس ولا حاجة؟ لا. كمل يا. I had three chicken. three balls. بعدها chicken. لأن three countable. Three balls of chicken. I had three
bowls of chicken soup. Thank you. Finished. خلصنا يا شباب. المرة الجاية نراجع unit 3. اي حد كان عنده مشكلة في اي حاجات يراجعها. الكتاب ده ان شاء الله هحطه لكم برضو على الكلاس. فكروني لاني يعني والله الايام دي very busy. اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله. تابعوا الكلاس. تابعوا الواتس عشان اقول لكم على الواجبات. هيكون في باراجراف واقل شيء الان 7 جمل. يعني تكتب انت بقى 8 9 10 براحتك.